خلونا ناخد معانا ايضا على التليفون من واشنطن العاصمه دكتور ماك شرقاوي خبير العلاقات الدوليه. اهلا اهلا اهلا. اهلا بيك، اهلا بيك يا يوسف. ازاي الصحه؟ الجمهور الكريم، كله تمام؟ كله تمام يا فندم. ايه الاحوال عندكم في واشنطن خصوصا في ظل هذه القمه شديده الاهميه، وايضا يعني ما يحدث من بالتاكيد بعض الاجتماعات والمباحثات ما بين فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين اصدقاء مصر بالكونجرس الامريكي؟ هو ما فيش شك ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بيجي امريكا رئاسه الجمهوريه بتبقى خليه محن. يعني اجتماعات ويعني محاولات مصريه جميله ل يعني الاتفاق على صفقات والحديث مع الحلفاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي وايضا مجموعه اصدقاء مصر في الكونجرس الامريكي من الحزبين. والنهارده كان قاعد مع كمان زعماء الحزب الجمهوري. أيوه. اعتقد ان دي زيارات مهمه جدا، واعتقد ان ممكن بالتاكيد أن يكون هناك الكثير من تسليط الضوء على الاستثمار في مصر وأيضا الاستثمار في أفريقيا. العرس الموجود النهاردة هو يعني العرس الأمريكي الأفريقي، 49 دولة موجودة النهاردة في على مستوى التمثيل، على أعلى مستويات التمثيل من هذه الدول. الولايات المتحدة الأمريكية فرضت 55 مليار دولار على 3 سنوات استثمارات خاصة في التكنولوجيا و التغير المناخي. اعتقد ان الرئيس بايدن وادارته بداوا يتفهموا ان اضاعت الولايات المتحده الامريكيه فرصه كبيره من ان تستثمر في هذه القاره البكر، وايضا اعطت الفرصه كامله وكبيره للصين ان تتمدد والى روسيا ان تتمدد في هذه القاره. والاتحاد الافريقي بالتاكيد على راسهم فرنسا وبلجيكا. يعني هناك يعني محاوله لرأب الصدع ومحاوله الى اقناع الافارقه ان الولايات المتحده الامريكيه شريك وحليف استراتيجي، وبالتاكيد ادابه السلوك واعاده الثقه للعلاقات مره اخرى، خاصه ان اخر اجتماع كان في 2014 في اداره الرئيس اوباما ولم تنفذ اي مما صحيح تم الوعد به في هذه في هذا الاجتماع الاول. فاعتقد ان هذا الاجتماع مهم وان يكون في واشنطن هيدي فرصه كبيره كمان لوضع لقاءات على جانب المؤتمر. ما سيد العزيز، انت شايف ان القمه دي تمت امتى؟ بعد القمة العربية الصينية، يعني الصين الخليجية والسعودية والعربية. الولايات المتحدة كده تعلم تماما ما تريده الصين، وليس فقط ما تريده، ما نفذته على الارض يا يوسف بيه. الصين يعني انفقت 200 مليار دولار في القاره الافريقيه. الصين مديه ديون لمدن يعني عفوا لدول افريقيه تتجاوز 200% من ناتجها القومي. فاعتقد ان ده بالتاكيد يؤرق الولايات المتحده الامريكيه، لان احنا بنرى امامنا نموذج سريلانكا ممكن ان يتكرر مع اكثر من دوله افريقيه. يعني النفوذ ليس فقط تجاره ومال، النفوذ هو السيطره. ف امريكا تعرف وبايدن يعرف ان مصر هي بوابه امريكا، بوابه افريقيا، وان افريقيا يعني قاره ممكن ان تكون منتجه، وممكن ان تكون ليس فقط منتجه، أن تغطي العالم من إنتاجها الزراعي، أن يكون إنتاجها من المواد الخام والمواد يعني التي تستخدمها أوروبا وأمريكا كأنها تستخلصها وتصدرها وتعيد تصديرها مرة أخرى. لا، النهاردة بقى في فكر جديد، بقى أنت هننشئ شركات وهننشئ مصانع وسوف يتم استخدام الأدوات الأوروبية والمصانع الأوروبية في خاماتنا. إحنا هنا ما نصدركش مادة خام، هنصدر لك جزء مصنع، نتشارك في التصنيع، نقل تكنولوجيا. ده ما كانش حد بيتكلم فيه قبل ما مصر تزعمت العصبه الافريقيه. صحيح. مصر لما قادت الاتحاد الافريقي يا يوسف بيه، سلطت مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء على افريقيا بشكل النهارده احنا بنجني سمار. صحيح. اكثر من 5 يعني محافل دوليه حضر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منهم 3 محافل دوليه في اقل من شهر. صحيح. ومؤتمر الاستثمار في افريقيا، ومؤتمر الطاقه المستدامه، والتعاون والشراكه مع الامم المتحده في الطاقه المستدامه ونشر هذا الموضوع في افريقيا. اعتقد النهارده البوابه هي القاهره،
وهناك علاقات جيدة الحمد لله في هذا الوقت مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أن العلاقات المصرية الأمريكية في أزهى عصورها النهاردة في الوقت اللي احنا فيه. ده شيء هيبقى مؤرق جدا بالنسبة للإخوان بصراحة، يعني هيبقى شيء مؤرق جدا بالنسبة للإخوان أنه العلاقات ما بين القاهرة وواشنطن تصل إلى مراحل جيدة أو جيدة جدا أو ممتازة. أولا خليني أشكرك دكتور ماك شرقاوي الخبير في العلاقات الدولية محدثنا من واشنطن.